قبل ما اقول انه في مؤامره، طبعا انا مقتنع ان في مؤامره وفي ناس شغاله على الحاجات دي، بس عايز اقول ان احنا كمان عندنا مشكله داخليه. وهي ان احنا الحاجات الساذجه بتلاقي رواج على الفيسبوك ويبتدوا الناس يقتنعوا بيها يروجوا لها وهي شائعه وهميه على انها حقيقه فيبتدوا يصدقوها. يعني في حاجات ممكن تثير لبس، لكن مثلا انا هدي حضرتك نموذج واضح. لما يطلع يقول ان في تصريح على لسان وزير النقل ان القطر لو وقع هيقوم لوحده، فالناس تبتدي تشيرها على انها حقيقه، انه مش منطقي اصلا، مش منطقي يعني اصلا. اي بالظبط، يعني انا هنا انت واخده بالك، انا هنا باخد لك نموذج مش شائعه حقيقيه. أيوة. ممكن يبقى ليها منطق انها تبقى حقيقيه او ليها وجهه نظر، لا انا بكلمك على حاجه مش منطقيه اصلا. او زي موضوع الرز الصيني او البيض الصيني اللي انتشر، وبعد كده ناس ابتدت تنزل فيديوهات على انه هو ده، ويعمل لك البيض ويشده ويصوره. طب دي ممكن شويه حكايه صيني ومش صيني، لكن لما فعلا يقول القطر اللي هنصنع قطر لما يقع يقوم لوحده، او يعني كل يوم اللي هيروح المدرسه هيدفع جنيه، الحاجات اللي ما يدركهاش. لا ده انا عايز اقول لك على حته الجنيه دي، يعني بجد ده بصي هم دي بقى يعني متسلسله صح. لو راح المدرسه هيدفع جنيه، مش هيروح المدرسه، فممكن هيهرب من المدرسه بقى يروح سينما ولا يروح الجنينة، عربية تخبطه يموت، يروح المستشفى هيبيعوا الأعضاء بتاعته، لأنه قال لك برضو إشاعة أنه من حق المستشفى الحكومي أي مريض يخش لها أنه لو مات تبيع الأعضاء بتاعته تستفيد منها. فالمنظومة بقت متكاملة. هنا عايز أقف عند حتتين. واضح أنه بقى في كم كبير من الشائعات بتستهدف قطاعين من أكتر القطاعات اللي ابتدى يبقى فيها اهتمام، اللي هو قطاع التعليم وقطاع الصحة. زي برضو الشائعه اللي بتاعت جنيه، او الشائعه ان الطالب هيدفع تقريبا 600 جنيه علشان التابلت. أيوة. برغم ان الوزير قال ان التابلت واكد مجاني مليون مره، يعني لو المشاهد بس بيتابع حتى يشوف القنوات واللقاءات مع الوزراء مش هيحتاج يسمع. او انه المدارس اليابانيه هربت من مصر، مش فاهم ازاي هربت، يعني التعبير حتى المدارس اليابانيه هربت من مصر، مش فاهم تعبير هربت ده اتروج ازاي، وتروج اعلاميا ازاي. فالقصه هنا لحق يعني التعليم ابتدى يشتغل، الصحه ابتدى يبقى فيها انجازات، فلا فتضربي الاثنين.